حبايبي الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ جولة جديدة ويوم جديد. وقبل ما نبدأ جولتنا كده يا حلوين، عايزة افكركم باللايك، لانكم بتنسوا اللايكات خالص. يعني انا بقعد اتكلم في الفيديو وانسى اقول لكم حطوا لايك للفيديو، فانتوا بالتالي بتفضلوا تسمعوني وتنسوا ان انتوا تحطوا لايك، فيا ريت لايك حلو منكم كده. وعايزه اقول لكم ان احنا جولتنا النهارده زي ما انتم شايفين كده بادئين عند محطه ماسبيرو يا بنات. اقرب حاجه لسوق الحد في الوكاله هي محطه ماسبيرو. ناس كتير قوي بتسالني المحطه منها للجراج قد ايه، منها بالظبط مش هكمل 5 دقايق مشي، تمام كده؟ الناس مغطيه ليه الفروشات؟ مغطيه من الشمس. لقيت فرش كده ب10 جنيه، انتوا عارفين بيشدني قوي الاسعار دي. عايزه اقول لكم ان الفرش عليه حاجات حلوه جدا بال10 جنيه، يعني لانجري بقى ولبس للبيت وحاجات كده لطيفه جدا والله ب10 جنيه، ولا ديفات ولا اي حاجه. عايزه اقول لكم ناس كتير خدت منها حاجات كتير واتبسطت قوي منها يعني، تمام. طول الاستاند بقى هتلاقي قطع كده، وهتلاقوا كمان بنطلونات ستان وشورتات ستان كده، البيجامات قطع تقدري تشكلي منها بيجامه كده. لا بصوا حلوين قوي، ادي شورت ستان اهو، وفي قابلنا بنطلون برضو قطع بيجامات. عايزه اقول لكم القطعه دي حلوه قوي قوي قوي، يعني على ليجن اسود كده تنفع قطعه مايو جدا، بس للامانه فيها ايه نتش بسيط كده من قدام يتلم، يعني لانها من الخامات الغطس. حاجه حلوه قوي قوي يا بنات، حاجه حلوه جدا فعلا انها تبقى ب10 جنيه بلونها بطولها بحجمها ده. لا جميله جدا، يعني انا من رايي دي من احلى القطع اللي موجوده على الاستاند، رغم ان هي الوحيده اللي كان فيها ديفو، الا انها يعني قطعه فعلا قيمه جدا، خامتها حلوه قوي قوي، يعني انتوا شايفينها كده شكل لكن خامتها حلوه. قابلني برضو الاستاند ده ب35 جنيه، عليه بنطلونات كتير 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 كتير، سواء خروج بقى وبنطلونات بيت وجينز وقماش وكميات، ب35 جنيه. ده استند تاني بنطلون ب25 جنيه، عجبني قوي البنطلون الستان ده للبيجامات، برضو تجيبي له قطعه كده لونها يكون قريب منه وتبقى حلوه قوي، تمام. يعني السوق النهاردة عايزة اقول لكم كان زحمة يا دنيا، زحمة زحمة بشكل مش طبيعي، بعيدا عن درجة الحرارة اللي تكاد تكون حرفيا كده كلتني النهاردة وسلختني، الا ان كمان الزحمة كانت مهولة. بداية من هنا كده مش يعني انا حاسب لكم مقاطع كده وانا بختارك هذه الزحام علشان انتوا تبقوا حاسين بالموقف كده كأنكم نزلتوا معايا والدنيا كانت زحمة عليكم وكل حاجة، تمام. اول فرش بحب اتفرج عليه الحاجات اللي بتبقى تحت الكوبري، ليه قصاد زاكي السماك من الناحيه الثانيه، يعني زاكي السماك على ايدك اليمين وفي كوبري كده طلعت كوبري والناس دي بتفرش تحتها. الفرشه دي فرشه، عارفين عم هلال بتاع عنده محل لبس جنب كبده الدريني على طول، بيبيع عبايات وبيبيع لبس وكده في الوكاله عادي. بدا كده مؤخرا من شهر كده ان هو يجيب الحاجات دي. مبدئيا الصينيه دي ب25 جنيه، هو كان معاه منها كميه بس خفيفه قوي، بس شكلها حلو، بس انا حبيت انقل لكم الصوره ان برده ان هي ايه خفيفه، يعني تشوفيها كده تحسيها تقيله، لا خفيفه. الاركو بايركس ده الطبق ب30 او ب35، لا ب35. حاجتهم غاليه شويه عن بقيه السوق، بس للامانه حاجتهم نظيفه شويتين ثلاثه فعلا، حاجتهم حلو قوي. ان انا هوريكم فرش بقى ليهم، استنوا عليا شويه بصوا هوريكم فرش حلو قوي ليهم، الفرشه الكبيره بقى. تعالوا بقى على الفرشه دي، الكوبايات الازاز اللي قدامكم دي كلها ب3 جنيه ونص، ودي ارخص حاجه، يعني الست دي او البنوته دي انا معرفش والله هي دي ثاني مره قابلها، بس يعني ايه هي عصبيه حبتين بس غلبانه قوي والله، يعني غلبانه وباين عليها الغلب كده، فانتوا برضو اشتروا منها ونفعوها، انتوا هتلاقوها جنب عم سيد اخو عم هلال على طول، هي اصلا اللي بقت موجوده تحت الكوبري يعني مفيش غيرها. صحيح كده لو حد سالها على حاجه وكذا مره زود عليها السؤال بتتنرفز، بس غلبانه. الطواجن دي حلوه قوي قوي قوي، عايزه اقول لكم الطاجن ب5 جنيه، هي الوحيده اللي بتبيع الطاجن ب5 جنيه. عجبني منها جدا بصراحة الطواجن بتاعتها دي، خدت منهم 3 بس، كنت بنقي بقى اللي هم شكلهم ايه كيوت. انا اصلا بحب اغرف فيهم الملوخية الشوربة، يعني مش واخدهم احطهم في الفرن ولا اعمل فيهم اكل، لا انا بحب احط فيهم الملوخية والشوربة، يعني اجواء كده وحاجات لطيفة كده عارفين. فنقيت اكتر حاجة شكلهم حلو، على الرغم ان هما ممكن مثلا يكونوا برضو دول طواجن حلو او كده، او ما اعرفش ممكن يدخلوا الفرن او لا، هما شكلهم ما دخلوش الفرن نهائي، يعني شكلهم كده من اللي بيتقدم فيهم طواجن الشوكولاتة والحاجات دي
وطواجن النوتيلا. ولكن المهم عشان ما لخبطكوش واقعد ارغي كده، ولو ان في حبايبي منكم بيحبوا رغي، انا عارف انا عارف، بس المهم يعني ان انا خدت ثلاثة نقيتهم، هوريهم لكم تاني. طلعت اشوف الفرش ده عليه ايه. زي ما قلت لكم الفرش ده حاجته غالية شوية، بس انا عايزة اوريكم، هاخدكم كمان شوية افرجكم على الفرش بتاعهم التاني، عليه حاجات يا بنات حلوة حلاوة. دول التلاتة بصوا اللي انا خدتهم ب15 جنيه، التلاتة ب15 يعني الواحد ب5، بس عايزة اقول لكم عجبوني، مبسوطة بيهم قوي، يعني كأني جبت ايه مش عارفة ليه، بس عجباني. يعني انا احب الطواجن جدا، احب اصلا الاكل اللي معمول في طاجن، يعني احب قوي الحاجات اللي تدخل الفرن وكده. يعني تعالوا بقى على الفرشه دي، زي ما انتوا هي نفس الفرشه بتاعتها على فكره، بس متقسمه اجزاء. المهم زي ما قلت لكم الجزء اللي قدامها ده ب3.10 يعني، اللهم صل على سيدنا محمد، الطواجن ب5 جنيه. تعالوا بقى عشان اخدكم على الفرشه الكبيره بتاعت والله انا كنت لسه قايله لكم على اسمه دلوقتي، اسمه عم هلال. ايوه دي الفرشه بتاعته، هو اصلا عم سيد هو اللي بيبقى قاعد هناك، وعم هلال بيجي هنا. لقيت بقى عليها ايه، بصوا البطيخ مستني حاجه تقطعه بهذا الشكل، بس يعني ايه هي ما ينفعش تقطع غير البطيخ فعلا. بس دي بقى بصوا انا مش هتكلم، انتوا اهي هي شكلها حلو وكل حاجه، بس مين عنده مراره يقعد يقطع البطيخ يعني كده، مش عارف. تعالوا بقى عنده الاطباق دي، الطبق ب35 جنيه. في بقى سوسيرات كتير، بصوا الاطقم دي برضو شكلها حلو قوي، بس انا ما شفتش الاطباق بتاعتها، يعني شفت الفناجين بس ما شفتش الاطباق. عنده كمان عايزه افرجكم على حاجه، في قطاعات كده يا بنات، عنده القطاعه ب35، بس انا شفت حد خدها ب25 برضو للامانه، يعني هوريها لكم. كانش موجود على الفرش، كل الناس كانت بتسال من بعض كده الاسعار، محدش كان عارف حاجه. صورت لكم كام حاجه كده، وبعد ما جه سالت عليهم هحاول اقول لكم على اسعارهم. انت بتيجي تقفي كده تنقي الحاجات، وفي الاخر تقولي له بكذا يقول لك، تقول له بكام يقول لك. يعني العلبه البايركس اللي هي الازاز الصغيره اللي فاتت من شويه دي قال عليها ب40 جنيه. شايفين الطاجن اللي هو عامل زي الكب كيك ده اللي هو الصغير ده، قال عليه ب25 جنيه، لان هو اصلا انا مش مجمع، بس هجمع واقول لكم. بورسلين تمام كده، تمام. دي القطعه اللي بقول لكم عليها، كان عنده منها بتاع 10 كده، كلهم كتير. حتى على الفرش التاني كان في منهم برضو، زي ما قلت لكم واحده ب35، اعتقد ان سعرهم حلو قوي. ده غير كمان ان اللي خدتها ب25 جنيه. شفت الفرن، بصوا البتاع ده بقابله كتير قوي، يعني ده اعتقد ان هو فرن، بس برضو ناقص حاجة، الصينية بقى اللي بتبقى فوق السخان ده، اكيد السخان ده ما بيبقاش مكشوف كده، لازم بيبقى فيه صينية فوقيه، بس عجبني بصراحة. والتوستر، التوستر هناك كتير قوي، وكلهم بيبقوا شغالين على فكرة. معظمهم دلوقتي بيجيبوا الحاجات دي شغالة على التجربة، بتجربيها قبل ما تاخديها. يعني دي قطعة غيار بتاعت هاند بلندر موجودة برضو، كل حاجة زي ما قلت لكم ليها سعر. دي قال عليها ب25 جنيه، تنفع ملاحة، تنفع سوسيرة، زي ما انتوا عاوزين. لللب كمان يعني على حسب طبعا انتوا هتستخدموها في ايه، كان معاه منها كمية بصراحة كبيرة، شكلها حلو جدا. برضو معاه لعب زي ما انتوا شايفين كده، كل حاجة بسعرها، بس في لعب جوه هتنبهروا من جمالها. النهاردة كان في شوية لعب بقى مستوردة جاية من برة، عايزة اقول لكم انا كنت بمسك اللعبة كده وبسأل على سعرها، ومتخيلة هيقول لي سعر تاني، فاجئني بسعرهم بصراحة. بس خلي كل حاجة في وقتها. دي حصالة يا بنات على شكل خزنة كده، وبتتقفل بأرقام وبتتفتح، الراجل قال عليها ب100 جنيه، بس بصراحة عجبتني. بس اكيد يعني الناس ممكن تفاصل فيها. سبت الفرش بتاعهم، انا قلت لكم على معظم الاسعار اللي عرفتها. قابلني الاستاند بتاع الشورتات ده، شورتات جينز وجبردين. عايز اقول لكم ان الاستاند ده الاسبوع اللي فات كان عليه شورتات ب85 جنيه، الاسبوع ده ب150 جنيه، يعني تقريبا الضعف، تفهمين يعني كان الاسبوع اللي فات بس ب85، النهارده ب150، فيعني مش عارف اقول ايه. يعني ليه الحق حاجه سعرها حلو يا جماعه، ياخدها، كل سوق بيبقى ليه سعر. اتفاجئت النهارده يعني الاسبوع اللي فات واللي قبله الاسعار كانت حلوه قوي قوي، الناس كانت قليله جدا، مفيش زحمه. النهارده بقى الناس زحمه قوي 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 قوي، الاسعار الى حد ما يعني كل ما السوق يعني الوقت بيعدي، كل ما الدنيا بتهدى شويه في الاسعار، كل ما تروحي بدري بيمسكوا في الحاجه، بيمسكوا في الحاجه جدا، وكمان الاسعار بتاعتهم بتبقى غاليه. ماشي
تعالوا على الفرشه دي قدام كده كبده الدريني لو عايزين يعني تستدلوا عليها قوي. شوفي بتاع الكبده فين، او المطعم اللي جنب بتاع الكبده، في مطعم فول وطعميه وهم في وشه، عنده حاجات البحر والعوامات والجردل. والحله دي حله بالكهرباء، يعني بيقولوا عليها حله رز، بس انا مين يعمل حله رز، مين يطبخ رز في حله بالكهرباء مش عارف، بس برضو ايه قلت اوريكم. شدني هذا البراد فسالت عليه، قال لي ب 100 جنيه براد الومنيوم عادي جدا ما فيهوش اي حاجه، بس سعره حلو. بس في تطبيقه كده من تحت، معرفش ممكن تتعدل او لا. برضو في حاجه تانية هوريها لكم، انا هنا كنت عماله اقول له ده بكام ده بكام، بس هو يعني ما كانش واخد باله. هذا يعني انا كنت فاكره ده دولاب ده ولا ايه، بيتحط فيه ميك اب، ده بيتحط فيه ايه، اتاري هو محطوط اصلا غلط، انا كده ماسكاه غلط. ده طلع عياشه يعني بتحط فيها العيش، معرفش ليه وليه تقفل عليه كده. المهم ان هي شكلها مختلف، فقلت ايه بقى اوريها لكم، وب 100 جنيه برضو. تمام اهو، انا كنت حطاها بالطول، طلعت هي بتتحط بالعرض، تحط خب العيش هنا وتقفلي عليه. جميله بجد، مختلفه جدا وعجبتني جدا. لا المره دي شفت حاجات مختلفه كتير، وحاجات كتير ما كنتش عارفاها فشفتها، ف يعني اعتقد بقى انا كل شويه هقول لكم اعتقد هتمشي معانا طول الفيديو، وممكن تسمع معانا الفيديوين ثلاثة قدام كل مره كده حاجه تمسك فينا. التوت باج اللي فاتت دي كانت ب 35 جنيه، عنده منها تشكيله حلوه قوي. هنا كل ده انا بسيب لكم ليه، عايزه اوريكم الزحمه اللي موجوده في السوق. وده بتاع التوابل، عايزه اقول لكم برده ان هو المره دي بيعه مختلف جدا، يعني مرتين ثلاثة فاتوا كانت ايه ايده خفيفه كده في البيع وايده فرطه زي ما بيقولوا، المره دي لا خالص بقى، يعني يحط حبهان قليل قوي في الكيس. وكمان عايزه، انا كنت عايزه اشتري كبابه صيني، انا كنت شاريه بعشرة جنيه من العطار، تمام، فلقيتهم قليلين قوي، فقلت طب لما اروح سوق لحد، يعني بعت ابني جاب لي بعشرة جنيه كده. بس حصى انا ما بجيبش توابل مطحونه، بجيبها حصى حمصها واطحنها، وانتوا برضو اعملوا كده، لان المطحونه دي بتطحن بترابها بطينها بحشراتها بكل حاجه، فانتوا افضل حاجه هاتيها نقيها بعد كده حمصيها وبعد كده اطحنيها، هتلاقي فرقت معاكي 180 درجه. المهم الحبه اللي انا وريتهم لكم دول هم كانوا بعشرة جنيه، فحسيت ان هم قليلين، بس انتوا عارفين ان الكباب الصيني غاليه زي الحبهان، ويمكن اغلى كمان. بس كنت متخيله ان هو هيبقى اكتر مثلا من اللي انا جبتهم من العطار اللي جنب البيت، بس مش مشكله، نبقى نجيب بعشرة جنيه تاني من العطار اللي جنب البيت، نحط دول على دول على دول ونحمصهم ونطحنهم. كاني بحوش بحوش كباب الصيني ولا مش عارفه، بجمعهم عشان اكسب حاجه في الاخر. دخلت الجراج وكاني دخلت المعجنه، مطحنه، دخلت خلاط، انا مش عارفه، انا ما كنتش عارفه امشي. هتقولوا لي سبتي ده ليه، عشان اعرفكم السوق كان عامل ازاي، عشان تحسوا، بصوا كده يعني تحسوا كانكم نزلتوا السوق وانتوا بتحاولوا تعدوا معايا الموقف ده. المهم عديت من عنق الزجاجه بتاعه ال دخلت السوق، دخلت الجراج يعني. وطبعا الفروشات اللي بتقابلنا على ايدنا اليمين دي فروشات ميك اب وفروشات مواد غذائيه ملناش علاقه بيها، وعايزه اقول لكم ان يفضل يعني بلاش الصوصات والمواد الغذائيه اللي موجوده في السوق، لانها بصوا على فكره انا عايزه اقول لكم حاجه مهمه قبل ما اقول رايي، في ناس او مش في ناس، ده كل الناس اللي بتبيع في السوق ده بتشوف الفيديوهات، مش ان هي بتشوفني انا، هي بتشوف كل الفيديوهات اللي بتنزل عن الوكاله، وبيسمعوا كل الناس، تمام. وعايزه اقول لكم برضو والله العظيم ده تقلي ان هم بيكرهوا التصوير، مش كل الناس اللي بتصور بيكرهوها، بيحبوا الناس اللي بتصور لايف معاهم. ليه بقى لايف معاهم؟ علشان هي مش اللي بتصور مش هتقول كلمه وحشه في الحاجه قدامهم، ده اولا. ثانيا هم كمان بيعرضوا حاجتهم زي ما هم عايزين، وبيقولوا اللي هم عايزين يقولوه، وبيوصلوا اللي هم عايزين يوصلوه، فادي فكره التصوير اللايف اللي هم بيحبوه. لكن ان انت تصوري وبعد كده تعلقي وتقولي رايك، ده بيزعجهم جدا وبيضايقهم جدا. وعايزه اقول لكم ان هم بيدوروا عليا مطلوب حيا او ميتا. اذا حد قال لي وانت قناه ايه اقول ليه، فيقولوا لي اصل فلانه بتقعد تقول كاني ومني، فاقول لهم لا مش انا. فاهمه؟ فلا يعني انا ما زلت عند رايي، اللي بيبيع غالي هقول لكم بيبيع غالي، واللي عنده حاجه حلوه هقول عنده حاجه حلوه، علشان دي امانه، هي مش شو خلاص. لا انا هنا يعني زي بفرجكم اللي موجود، تمام كده.
فنرجع لموضوع الصوصات. الصوصات يا بنات في منها المنتهي وفي منها على وشك الانتهاء وفي منها فاضل يومين وتوكل على الله. فليه اجيب علبة صوص مثلا هما بيبيعوها ب35 جنيه، ليه اجيب العلبة ب35 جنيه ايا كان تمنها بره كام، 3 ب100، وهي اصلا بقالها سنة الصوص ده بقاله سنة في الازازة، سنة عمال يتنقل من هنا لهنا لمصنع لمخزن ليتحط فين الله اعلم، وفي الاخر يجي يتباع. اعتبري يا ست ان هو هينتهي اخر الشهر مثلا، هتجيبي لسه في ايام، ما تشوفي هو اتخزن ازاي. انتوا بتتفكروا ازاي يا جماعة اللي بتقفوا على الحاجات دي بتشتروها؟ نرجع بقى لمرجوعنا ونروح عند فرشة ام يوسف. ام يوسف يا جماعة عندها تشكيلة ما بين الجديد والمستعمل. الحلل اللي فاتت دي اتباعت اوريدي، الحلة الكبيرة اتباعت ب200 والاصغر شوية اتباعت ب150، كانت طالبة 250 و200، يعني بدل 450 نزلوا 350. الحاجات الجديدة اسعارها طبعا بتبقى غالية. مثلا طقم التوابل ده انا حاولت، بصوا هي عندها برضو مشكله في موضوع التصوير، انها تقول لك صوري من غير ما تساليني، صوري من غير ما تسالي على الاسعار، بس طبعا على قد ما بقدر بحاول اجيب لكم منها اسعار. تمام، عندها طقم الصواني ده ب 300 جنيه الثلاثه مع بعض، اعتقد ان سعرهم حلو جدا. هتلاقوا تابلوهات كتير قوي في السوق. عندها سك طقم او مش طقم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللي هي شنطه سكاكين، وفي شنطه معالق، كل حاجة يعني دول بيبقوا كسرين الالف، 1800 1500، 1300 على حسب النوع. وده طقم الحلل ده. واحد تاني كانت بتقول انا كان معايا 2 الاسبوع اللي فات، لو انتم متابعين. بصوا اولا انا عاجبني الطقم، انا مازلت عند موقفي. ليه بقى؟ سمك الحلة وتقلها عاجبني قوي صراحة، ومفيش ديفو ولا اي حاجة. الطقم ده عايزة فيه 1700 جنيه، انا حاولت تفاصل فيها كتير جدا ما رضيتش ابدا تفاصل فيه لان كنت عايزاه، بس حاسه انه غالي شويه 1700، حبيت ان انا انزل فيه بس ما عرفتش انزل فيه. عندها برضو حلل فرداني ماشي، يعني كذا قطعه كده، كذا حله بكذا لون بس بدون ديفوهات، خامتهم حلوه قوي. السوق الحلل دي هي موجوده في السوق جوه عند ام حماده، بس يا جماعه الحلل بتاعتها ديفوهات، خبطه خربوش، فاهمين؟ ساعات الخربوش يبقى من بره عادي، جريل من غير ايد، ولكن جداد يعني طالعين من المصنع بس طالعين ديفوهات. تمام، الطاسة دي قالت عليها 100 الصغيرة مش الوك الكبيرة ب100، وبرضو عارفين الطاسة القديمة دي برضو قالت ب100، دي لا دي ب150 كمان مش ب100، اه 150. تمام، انا بنقل لكم الاسعار بس. مكنة البسكوت دي الاسبوع اللي فات قالت لنا عليها ب100 جنيه، عرفش الاسبوع ده ما سألتهاش عليها، لانها طبعا اولا بتبقى مشتته جدا بين الزباين، معاها ناس كتير، ده بيسال وده بيسال وده بيسال، فهي كمان مش ناقصه بقى التصوير كمان، يعني انت اصلا يعني لما بتيجي تصوري كده في المكان ده بتبقى كانك يعني مش عارفه اجيبها لكم ازاي. يلا خلينا في المهم عشان ما ضايقكوش. المهم ان البوكس ده فيه كل ادوات المطبخ، ولكن كل قطعة عليها سعر. الاسعار رفعت سيكا او اتنين سيكا عن الاسبوع اللي فات، تكاد تكون نفس الاشياء ولكن السعر مختلف. السكينة مثلا الاسبوع اللي فات كانت ب15، الاسبوع ده ب25 واخرها 20. تمام، ليه بقى؟ هقول لكم هنا ليه. هنا يا جماعة الاسعار بترفع بناء على زحمة السوق، انا قلت الكلام ده كتير جدا وهقوله لكم كل فيديو، ان الناس دي بتبيع بالسعر على حسب السوق، السوق زحمة والناس كتير، احنا بنقول السعر اللي احنا عايزينه علشان ده لما يمشي هيجي غيره. طيب الدنيا هديت ومفيش حد والبضاعة لسه معانا كتير، بننزل في الاسعار وبنفصل عادي جدا عشان نمشي بحمل خفيف ونبقى سمعنا رجعنا باسمنا رجعنا بفلوس. فانتوا فاهمين الفكرة فين؟ انا بحاول اوصل لكم الفكرة مش اكتر. تمام، الفرش اللي في ظهر ام يوسف على طول، الست دي بصراحة معاها حاجات كتير قوي، بس اسعارها برضو عالية شوية، يعني تسمعي 300 و250 وتسمعي 400 في طاسة في حلة كده. تمام، كان معاها كمان حبة رفاع صغيرة كده ب5، بس اللي هو ايه بقى الحاجات الصغيرة، فنجان قهوة صغير، الطبق الصغير قوي قوي بتاع فنجان القهوة، مش الاطباق الكبيرة بتاع فنجيل الشاي، لا طبق فنجان القهوة. تمام، كان معاها ده كمان، ده ب35 جنيه، بس ده اركو بايركس او صيني مش فاكرة، تقيل كده.
ده برضو ب35 جنيه، سيرفيس كده صيني تقيلة جدا. ماشي اهم. بعد كده هوريكم معاها اتنين سيرفيس كبار كده ميلامين، كانت بتقول ب100 الاتنين او الواحد ب50 يعني، بس كانوا يعني مجرحين جدا، فكنت شايفة ان مثلا الواحد يسوى 20 او حاجة كده. المهم يعني انا بنقل لكم برضو الصورة، بنقول لكم برضو انت جايتي هنا المكان ده حاولي تتأخري على قد ما تقدري علشان خاطر تجيبي الاسعار كويسة. البدري ده مع زحمة الناس بيرفع السعر جدا، السوق كان زحمة قاتلة جدا، وكانت الاسعار مش زي الاسبوع اللي فات خالص. وده طبعا زي ما قلت لكم وبقول لكم كل مرة، كل ما السوق يبقى زحمة فده سوق حلو للبضاعة انها تمشي، الناس كتير، ولو حد ما عجبوش حاجة غيره هيجي ياخدها. ده اللي بقول لكم عليه قلت ب50 هو، وده اهم. بس يعني هما التصوير مش مبين فيهم، يعني الميلامين بتاعهم مخربش جدا، فعشان كده قلت كتير عليهم ان هما يبقوا ب50 بصراحة، او ان الواحد يبقى ب50 كتير عليه. بس معاها حاجات كتير، وزي ما قلت لكم وانا راجع على فكرة ما كانوش موجودين، اكيد حد خدهم ارخص، بس هما اللي بيسأل في الاول ده بيفضلوا يطلبوا اللي هما عايزينه لحد ما يفقدوا الامل في اللي هما عايزينه فيجي لهم سعر اقل. كان معاهم برضو شمسيات كتير، شمسيات كتير. ما انا قلت شمسيات كتير، خلاص تمام كده. نيجي بقى على الفرش اللي قدامها، دي الست اللي انا صورت لكم عندها الاسبوع اللي فات، كان عندها حاجات ب5 جنيه كتير. انتوا عارفين الصينيه دي هي دي اللي بيبقى تحتها سخان، فاكرين السخانه اللي كان عند عم هلال؟ هي دي اللي بيبقى تحتها سخان. الكومه اللي قدامكم دي اي حاجه عليها ب20 جنيه، هي عامله كومه صغيره برضو ب5، بس مش زي بتاعه الاسبوع اللي فات نهائي، ولا فيها طبق ولا فيها حاجات للمطبخ ولا اي حاجه، حاجات كده ما تفهموش هي ايه يعني، هوريها لكم برضو. بس شفتوا الاختلاف فين؟ الزحمه بتعمل اختلاف رهيب في الاسعار وفي الحاجه نفسها. زي ما قلت لكم الحاجات دي ب20 جنيه اي حاجه، بس انتوا بتدوروا بقى ممكن تلاقوا حاجه منفعه. يعني كان في اباجوره مثلا، والله كانت جميله بتتشحن، واحده خدتها ب20 جنيه، على شكل كتكوت كده اصفر وبتتفتح تبقى اباجوره، تتحط كتكوت وتتفتح تبقى اباجوره بتشحن، ماشي، وخدتها ب20 جنيه. يعني الكومه دي فيها حاجات مهمه تبان ان هي ايه ده، هي ايه ده، دي جت في ايدها الاباجوره اهي، دي واحده خدتها ب20 جنيه، فيها سبوتات صغيره كده، فلطيفه جدا بصراحه وسعرها حلو قوي. يعني انا لو شفتها قبلها اكيد ما كنتش حاسبها، كنت هاخدها، كانت عجباني، كان شاددني اشوفها وهي منوره عامله ازاي. دي معرفتهاش ايه، هل دي سقايه كتاكيت مثلا، هل دي علافه عصافير، مش عارفه، ما عرفتش هي ايه. دي بقى المفروض انها مقلمة ولادي، وكان في منها بناتي، كان في الزرقاء والبينك، او البيبي بلو والبينك، عشان بما اننا قلنا بينك يبقى نقول بيبي بلو عشان ما يزعلش، او بيبي بلو. دي المفروض انها كانت ملاحة، بس الله يرحمها. عندكم بقى معالق خشب، سباتشولات، وحاجات كتير كتير. المهم ان الحاجات دي اي قطعة فيهم ب20 جنيه. عايزه اقول لكم ان السباتيولا دي انا واخداها منها الاسبوع اللي فات ب15 جنيه، للعلم يعني. بس زي ما قلت لكم بيفرق في ايه، في التوقيت. يعني انا الاسبوع اللي فات كنت رايحه بعد الظهر، كان الكلام ده الساعة 2، لكن دلوقتي الكلام ده الساعة 12، فرق ساعتين، فالساعتين دول بيبقى لا بنبيع فيهم زي ما احنا عايزين، واخر النهار بقى واحنا عايزين نمشي بنقلل الاسعار. خليكي ذكيه بقى، خدي لفه ورجعي خش الجراج تاني. تعالوا بقى على الفرشة، ام 5 جنيه اللي انا معرفتش اطلع منها اي حاجة خالص، اللي هو بقى سكينة، شوكة، المعلقة، الحاجات اللي هي اصلا بتتباع الرفايع دي، برضو طبق التارت ده كويس، ازازة، كوباية كده. لكن الاسبوع اللي فات كان الفرش اللي ب5 جنيه كان في حاجة كده، لا حاجة في اللذيذة خالص. ليه بقى؟ كان في اطباق، اطباق اسمها ايه، بورسلين كتير قوي، حتى لو اطباق فناجين، قوارب صغيره كده تنفع طحينه، تنفع مخلل، تنفع سلطه كتير، تمام. كان في كوبايات مجات، اللي ما شافش الجوله دي هحطها لكم على الفيديو عشان برضو هتعجبكم، دي حلوه ودي حلوه. كل سوق بيبقى فيه كده ايه، حاجات مختلفه. عايزه اقول لكم الجوله دي شفت فيها حاجات كتير قوي قوي ما عرفتهاش، ما فهمتهاش هي ايه، حاجات كده اجهزه كده انا مش عارفه دي بتعمل ايه ولا اي حاجه. كان في صبات كتير، او مش صبات، اجهزه، سماعات، اسفه، سماعات كتير قوي، سواء هيدفون او السماعه اللي بتتركب على الصب او توصليها بحاجه تعلي الصوت، كان في كتير بصراحه، واسعارهم كانت كويسه.
قابلتني برضو. فاللي غاوي الحاجات دي هيعجبه السوق قوي. ده غير يا جماعة ان مهما الاسعار هنا غليت هي برضو كويسة، عشان برضو نبقى حقانيين ونعطي كل زي حقا حقه. يعني كوباية ب5 جنيه، محدش النهاردة لسه بيبيع ب5 جنيه، فالاسعار الحمد لله كويسة. وانتوا زي ما قلتلكم حاولوا تأخروا نفسكم شوية علشان خاطر تجيبوا باسعار كويسة، يعني الناس تكون ايه الدنيا هديت شوية. حافظات الاكل دي اللي بتبقى من جوه السلس دي بتعجبني قوي قوي قوي. ليه بقى؟ هقول لكم ليه. لانها السلس من جوه خامته عاليه جدا. انا عندي منها، هي اصلا المفروض بتبقى عمود، عندي منها يعني تحفه. السلس بتاعها ما شفتهوش في مكان. في نفس الوقت بتحافظ على الاكل سخن جدا، لانها بتبقى مصنعه لكده او معموله عشان كده تحافظ على الحاجه سخنه. في نفس الوقت شكلها حلو، يعني قلت حاجات كتير فهي شكلها حلو. تعالوا بقى على الفرشه دي برضو عليها، على فكره دي نفس الفرشه بس الجزء النظيف بقى، يعني الجزء الايه الغالي شويه اللي هو فيه سرافيس واطباق ومجات. طبق المتقسم ده معرفش شفتوه ولا لا، ب35، عجبني جدا جدا. الاطفال بتحب قوي الاطباق المتقسمه دي، جزء سلطه، جزء الفراخ، المكرونه كده يعني. ده من الجزء بتاع ب5 عشان بس ما تتلخبطوش. تمام، انا طولت هنا صح. يلا بينا بقى ننقل على مكان تاني ونشوف حاجات تانية مختلفة. انا وريتكم الفرش ده كتير. الفروشات بتاعت الهدوم من ارخص فروشات الهدوم اللي ممكن تشوفوها، هتلاقوها جوه الجراج ب5 وب10. عايز اقول لكم في طاولات لبس كتير انتشرت، ما بقتش بس فرشة هرم، لا بقى فيه كذا، بقى فيه كذا فرشة موجودة. دي فرشة لعب كل قطعة وليها سعرها. ده بجيب دي ب20 جنيه، اي واحد كان معاه الحاجات دي بقى اللي هي الطبية دي، مش فاكرة اسمه ايه والله، الحزام الظهر ده او اسمه حزام ظهر. كمان كان معاه الحزام بتاع مش بتاع اللي هو بقى الوسط، لا اللي هو بيسد الاكتاف لورا ده، اللي هو لو حد مثلا في شبه اتب او حاجة، او مش شرط اتب يعني، ممكن بس ناس يعني مثلا من الناس اللي لما بتقعد بتبقى مش مفرودة كده، بشوف ناس وهي قاعدة كأنها واقفة ظهرها مفرود، لا انا مش كده، اللي هو مكفيين، بقعد مكفية زي اللي ايه مكفي على مكتب بيكتب بيعمل حاجة كده. تمام، فمش شرط اتب، انا قصدي ان هو مثلا يصحح فردة الظهر او كده. واحدة خدته بس والله والله ما فاكرة، وانا مش عارفة سمعت صح ولا لا، هو قال 150، معرفش بقى هي خدته ب150 ولا لا، لانها قالت له لا طبعا بس حطته في شنطتها اوريدي. تمام، بس مش عارفة السعر بصراحة، بس هو كان شكله حلو والشداد بتاعه او الاستك بتاعه لا كان حلو، يعني ما كانش حاجة دايبة كده، لا كان حلو. فشدني ان انا اقول لكم ان انتم ممكن تلاقوا حاجة زي كده، بس سامحوني انا ما قدرتش اعرف السعر، انا ما سمعتوش كويس، انا سمعت 150 سكت واخده منه حاجه تانية. هل بقى كله التوتال 150 ولا ده بس؟ الله اعلى واعلم. بس ان شاء الله الاسبوع اللي جاي هسال لكم، لان هو كان منتبه ليها جدا ما عرفتش اساله. الشنط دي الشنطه ب40 جنيه، بس بصراحه حالتهم النفسيه تعبانه جدا، يعني عايزين لو هتاخدي واحده هتعوزي بقى تعملي لها حاجات، تقفلي قطع سوسته. ده غير ان هما يعني الشنطه نفسها تحسيها تعبانه نفسيا كده، لا في شنط بتبقى احلى وفي نفس رينج السعر. تمام، فلو عايزين شنط تلفوا الاول، يعني لو عجبك حاجه لفي لفه، ما تخافيش لو حاجه مش قد كده هتقعد مش هتمشي، الحاجه الحلوه بس هي اللي بتمشي بسرعه. بعد كده الشوزات دي برضو كانت ب50 جنيه، اي كوتشي اي كوتشي كان ب50 وانا راجع كان ب40، فاكيد انتوا كده وصلتكم الفكره ان السعر. عارفين اللي بيشتري طماطم نفس الفكره، هي وش القفص بسعر، القفص نفسه بسعر، بعد كده نقضه القفص بسعر، فهي نفس الحكايه بالظبط. حاجات مثلا الفرش بيبقى كده باكمله، بعد كده بيتنقض، بعد كده بيتبقى منه حاجات بسيطة، فكل ده بيبقى بسعر مختلف. الفرشة دي بتبيع ب10 جنيه. من اكتر الحاجات اللي بتقابلني في الفروشات دي حاجات تنفع المصايف، شورتات، كوتات كده يعني. بعد كده هاخدكم
ونخش اول مره الاقي الجراج من جوه مليان كده فروشات، فروشات كتير قوي جوه لحد الاخر خالص لحد الباب التاني، سواء مواد غذائيه، منظفات، شوزات، كمان حاجات كتيره جدا جدا كانت موجوده جوه الجراج. انا عارفه الجوله دي زحمه ومليانه حاجات كتير، بس اللي وصل معايا لحد هنا لازم يحط لايك للفيديو، لاني والله تعبت قوي النهارده، الجو كان حر جدا ويعني الشمس كلها خدتها على دماغي. عملت لكم جولة حلوة قوي قوي في الوكالة. الشنطة دي ب110، وانا ممكن تسمعوني في الخلفية بقول لنفسي اشمعنى 110، يعني ليه مش 100 بس كده، فاهمين؟ بس هي قالت ب110، بس للامانة الشنطة حالتها حلوة جدا، يعني استعمال طبيب زي ما بيقولوا. وجينا للصوصات اللي كلمتكم عليها في بداية الفيديو. انا هنا حاولت اوريكم، على فكرة ده صوص مستردة، حاولت افقرقكم اوريكم التاريخ، يا رب يكون ظاهر. بصوا 13/6/2023، يعني هينتهي صلاحيته بعد بكرة، وبما ان الفيديو ده هينزل لكم بكرة يبقى هو هينتهي صلاحيته بكرة. يعني الصوص في الازازة دي بقاله سنة وبقاله يوم، يعني انا مش هقول حاجة تاني. انا قلت لكم سعره 35 جنيه و3 ب100، عشان لو حد عايز يشتري يبقى عارف السعر. انا قلت لكم وعملت اللي عليا، مش كلهم تاريخ واحد على فكرة، في اوريدي انتهى، تمام؟ يعني دي كانت 11/6 هتنتهي، بس معرفش ليه بيبكسل كده لما باجي اقرب لكم على الشاشه، لكن انا بصيت عليهم كويس، كنت هنا بحاول بس اخليكم تشوفوا بعينيكم. بس انتوا شفتوا الازازه اللي فاتت انها من 13/6/2022 ل 13/6/2023، فانا كده عملت اللي عليا. الفرشه دي بتبيع اي حاجه ب50 جنيه، ودي من اول مره اشوفها في السوق. كان معاها اطقم ببهات تجنن، جميله وقطن وتحفه، وب50 جنيه. الطقم بقى البيجامه بالكلوك بالبافيتا دي اسمها ايه اللي بتتحط عشان الاكل دي، لا حلوين جدا. وهنا كمان كان في تيشرت وليجن كده زي بيجامه برضو، اي حاجه ب50 جنيه. ففرشه حلوه بصراحه، يعني سعرها حلو، يا رب تفضل على كده. بعد كده يا بنات هتلاقوا زي ما قلت لكم بقيه الفروشات كلها، شنط، شوزات، ادوات مطبخ برضو هتقابلنا جوه، رفيع مطبخ، كل فرشه وليها سعر. بس كانوا ايه، يعني في ناس مغليه شويتين ثلاثه زي ما قلت لكم عشان زحمه السوق، بس برضو والله ربنا يعلم بيهم. الناس دي يا جماعه، الناس دي بتفرش من ورا الفجر، يعني بعد اذان الفجر والدنيا بتبقى لسه مضلمه، هم بيجوا هنا عشان يحجزوا مكان ويفرشوا ويفضلوا قاعدين لما تبدا الناس تيجي، ويفضلوا قاعدين لحد يعني يمكن قرب العصر كده، فاهمين؟ فهم برضو غصب عنهم بيشتروا الحاجات دي بفلوس وبينقلوها بفلوس وبيحجزوا اماكن هنا، بيدفعوا ارضيه بفلوس برضو، فكل ده بيحمل على الشغل. حتى لو انتوا تفكروا ان الشغل ده مستعمل ليه غالي كده، هو برضو بيتصرف عليه عشان يوصل لكم، تمام؟ يعني الواحد برضو يقول دي ويقول دي، تمام؟ تمام. انا كده تقريبا دي اخر فرشة هصورها لكم في الفيديو ده، بعد كده حلوين هنكمل جولتنا، هنشوف فروشات تانية كتير، هنروح ناحية المفروشات، هوديكم حتت كتير كتير كتير. استنون ان شاء الله في باقي الجولة في فيديوهات تانية. بس اهم حاجة يا امارات لايك للفيديو، لو اول مرة بتشوفيني ياريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وجولة جديدة. مع السلامة.